هسه عندنا هذا الموتور جاب لنا صاحبه يقول يشتغل اخليه بالمبرده يوقف. ليش؟ خلي نشوف السبب. المشكله احنا عندنا كل موتور نشوفه يفتر عبالنا هو هذا يشتغل. هسه راح اشوفكم الامبير مالته وحكموا عليه. لاحظ امبيره 4 و7، واسمع للجدح مالته، هو صدق ده يفتر يا اخو. هاك شوفه شوفه، دمج نهائي وصعد امبيره، صار 5 امبيرات تقريبا. هذا مو معناته ده يشتغل، شوف الفره مالته، شوف القوه مالته. فهذا احد الشغلات اللي اذا تنمو المواطن، الشغله اللي اريد انوه عليها. يعني دائما نقول لكم يا اخوان يا زبائن، لا تجيب الموتور هو القاعده، لانه فتحه القاعده هذا بشكل على المبرده زين، هاي راح تدوخك، طريقه فتحها مزعجه، البراغي منجرك يا اخي. خلوا لك ذني القفايص، هذني القفايص، لاحظ شلون راح افتحها. باوع علي هسه راح افتح لك هاي القفايص وشوف طريقه الفتح ايش قد سهله. لا تتعب نفسك يا اخي، الشركه ما مسوي لك اياها هالشكل. باوع هاي بالدرنفيس هالشكل تفتحها زين، او انفتح القفيص. هذا الاول، اجي على الثاني ايضا صورناه منه. شوف العمليه ما طولت نص ثانيه بينما ذاتي تفتح البراغي. يا اخي تموت، يلا تفتحين ونبات ما يطلع الا بكوسره زين. ليش انت تتعب نفسك؟ شويه رخيهن ضربه صغيره زين، فتح طلع الموتور هالشكل ووديه للمصلح يا اخي زين. وبقي القاعده، هذه قاعده بقيها بالمبرده، لا تفتحها رجاء. وهذا وديها هالشكل للزبون. الحاله الثانيه هسه عندنا هذا الموتور، لاحظ انا مخلي القراصه طرف كهرباء وطرف ويا جسم. لاحظ الكهرباء شلون صايره سيريس سيريس، هذا معناته هذا ينتل اسباب النتل. اللي تشوفون المي من النازل عليه. هسه اذا نطيه تشغيل، راح اعطيه تشغيل واشوفكم الامبير ماله شو قد يسحب. لاحظون الفره مالته مو كلش قويه، والامبير ماله هسه هذا 1.3 السرعه البطيئه. راح احاول لكم على السرعه العاليه وشوفوا، اسمع الدويه مالته 4 امبيرات وشويه. فدير بالك من الموتور، يعني مو كل موتور هو يفتر هو معناته ده يشتغل صحيح. هذا تخليه 5 دقائق هسه يطلع ريحه ويوقف يحترق نهائي.